كان عندنا فقرة عن مسلسل حتة من القمر، وكان معانا الرائعة لقاء الخميسي وأبطال الحدوتة، حدوتة حتة من القمر، كان منهم الممثلة الشابة جيلان علاء، وكان معانا الموزع الموسيقي والملحن عز شهوان، وقدموا مع بعض كده دويتوهات لطيفة ودمها خفيف، منها أغنية مش بتاع جواز، يعني أغنية فكاهية كده. تفوت شهور وأيام وفجأة نلاقي عز شهوان وجيلان علاء اتجوزوا. السؤال هو، هل لما كانوا عندنا في الحلقة كان في علاقة حب وإحنا مش دريانين، وكانوا بيغنوا مش بتاع جواز كنوع من التمويه، ولا لأ كله جه بعد تلك الحلقة السنة اللي فاتت؟ على العموم، قبل أي شيء نبارك ونهنئ العروسين والعائلتين وبالرفاء والبنين لعز شهوان وجيلان علاء. هتتجوز العريس متين والعروسة متينة. قلت له فين وعندك ليا، قال ما تصعبهاش عليا. قلت له طز انا من ازاز، قال لي وانا مش بتاع جواز. مش بتاع جواز. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. ألف مبروك. هنفهم الحدوتة أكتر، لأنه بقول لكم كانوا موجودين هنا في الاستوديو ولا بان عليهم حاجة خالص. على العموم، نقدم العروسين، العروسة الجميلة الممثلة الشابة جيلان علاء، والموزع والملحن عز شهوان. God.
أني واحدة فيهم واخدعة كتير واخدعتين انتوا كنتوا عندنا السنة اللي فاتت وقاعدين على الكنبة هنا أقل من سنة وقاعدين وبتغنوا بتوع الكلام كله بقى له ايه اصل احنا اصدقاء وبنتكلم وقلت له فكرة فراح لحنها بعد كده هناك هوب اتجوزته فحسينا ان احنا كنا جوه فيلم احنا كنا في نفس الفيلم انا عارف وما تعرفيش ما هو ما انا بقى اتفضلوا لا انا عايز افهم لا يعني هل عدت علينا كلنا في البرنامج احنا ما حسيناش باي حاجه احنا حسينا ان اتنين زمايل ولطف واصدقاء ولا حد من البروديوسرز ولا الناس الشباب اللي هنا ولا انا شكينا في اي حاجه اقول وتقول احنا يوم ما مشينا هنا بالليل فوصلتها بالليل فروحت قايل لها ما انا هقول لك بس ايه اللي حصل هو اللي حصل احنا واحنا قاعدين كده ففي كهربا حصلت بعد ما خلصنا بتتكلم بجد يعني والله يومها يعني بالظبط يعني واحده بالليل يوم التصوير يعني انتوا كنتوا جايين الحلقه عادي مش حاجه اصدقاء لا هو الموضوع تاني يا عز انت كنت جاي الحلقه يوميها كنا في الشتاء وقعدتوا تهزروا وبتاع احكي لي صحاب عادي يعني مفيش حاجه خالص بعدين لما قعدنا هنا في نفس المكان وانت يا جيلان برضو كنت جايه عادي لا انا عادي انا جايه عادي مبسوطه قوي ان احنا مع بعض ما هو الموضوع ليه تكمله بس ما انا هقول لك هو ازاي عادي فانا خلصنا يعني الحلقه وروحنا وهزرنا كانت حلقه لذيذه والفايبس كانت حلوه قوي صرحتها يوم الحلقه بعد الحلقه بالليل وانا تحت بيتي يعني هو وصلني وقال لي في العربيه ما كملتوش انا خلاص راجع طالع البيت يعني اختي كانت معايا طلعت سبقتني وانا قلت لها هحصلك وبعدين تحت البيت بقى فلقيته انت لابسه فستان اللي في ورد والقمر ايوه صغيره على الحب بقى ويعني الله يخليك بس يومها فضلت انا طول الطريق بقى بفكر اقول لها النهارده ولا نستنى بكره ولا بعد بكره فروحت بقى واخد زهو كنا مبسوطين بقى احنا الاثنين قوي والموضوع يعني ما كانش في دماغنا ان احنا هنغني ونتبسط والناس تتبسط وبتاع فانا كنت فانا بقى زي اي راجل ساذج يعني فروحت قايل لها بقى في العربيه وبتاع فقالت لي لا الحقيقه مش موافقه صدتيه يا جيلان لا اصل عايز اتجوز داخل اتجوز انا ليلة مليانه بالاحداث يعني فيها حلقه لطيفه وكانت فايبس حلوه وبعد كده اعتراف بالحب وبعد كده رفض لهذا الحب كل ده في ليله واحده كل ده في يوم واحد في ساعات قليلة جدا بس هي أنا رفضي مش لشخصه رفضي للفكرة أنا خايفة جدا من الجواز وأنا تجاربي ما كانتش ألطف حاجة وغالبا هو مش غالبا هو عارف كل حاجة من وإحنا صحاب فأنا بالنسبة لي يا جماعة فيش راجل بيجي يقول واحدة بحبك وعايزة أتجوزك هو دايما بيبقى هي بتحبه قوي وهو خايف أو هو بيحبها وهي مش عارفة فأنا عمري ما حد طلبني للجواز أصلا اللي هو انا عايزه قلت لك واحد للجواز ترفضي خفت اكيد بيهزر اكيد كذاب يعني اكيد الموضوع مش هينتهي نهايه سعيده هيطلع في مشكله هيطلع مش كويس لا انا اصل عندي 34 سنه فعدى عليا بقى حبيت كتير وتحبيت كتير وفي الاخر كانت نهايه ماساويه وانا كنت بتعالج واللي جالك في الدغري واللي جالي في الدغري ما صدقتوش ما اكيد اكيد ده فيها مكيده اكيد ده مكيده يعني وعايزه اقول لك الحقيقه شوف يا عيني يعني طب اقول لك ابننا زي بعد ما انا وافقت والدنيا بقت حلوه قال لي هو انت اهلك ناس طيبين وانت لذيذه والدنيا حلوه واهلي بيحبوا اهلك اكيد في حاجه هتحصل احنا عايشين على كده بقى انتوا الاثنين اصلا فكره الجواز بالنسبه لكم مقلقه
اكيد مش سالكه، مفيش حاجه حلوه للاخر يعني. طب وانت ايه بقى اللي خلاكي تغير رايك وبعد قد ايه واجهتيه بشجاعه؟ انا هقول لك على حاجه، انا استعبطت يعني، انا كان جوايا حاجه بس انا خايفه اقول له اوكي لا نكمل يعني، ما انا مش متاكده. فانا كنت متوتره جدا، وبعدين قعدت لي كده شهرين، وبعدين قاعدين في امان الله في يوم برد اصلا، وبنفطر في مصر الجديده وصحاب يعني. هو بعد ما اتضايق مني شويه ان انا رفضت، رجع بقى لطيف يعني، قال لي بصي انا مش هخسرك يعني، في الاخر ده رفض وقبول ما فيهاش حاجه. وهو عز ماتيور يعني، مش مقفل خالص يعني، مش راجل مقفل. فبعد شهرين كده احنا قاعدين عادي لا بينا ولا علينا كده، فبصيت له قوي كده وهو بيتكلم، فقال لي انت متنحه كده ليه؟ قلت له انا حاسه اني عايزه اقول لك حاجه يعني. فادي قلت له انا بحبك. فانا اللي قلت بس بقى. ف ينتقل الميكروفون لعز، احكي لنا. لا قول لنا بقى الصدمه يوم ما قالت لك لا يا عم انا ما قلت انا عايز اتجوزك، قالت لك لا. والله انا حسيت ان الجو ساقع جدا بجد يعني، والله هي يعني بردت كده ليه؟ ولا انا باين جعان؟ وبعدين انا يعني ما حدش اداني القفه ده قبل كده الحقيقه يعني، بصراحه يعني كل احراج 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 فظيع خطير. انا كنت حاسه انه عادي، وانت اخذت الرفض وصمت. لا وبعدين هي قالت الحاجه الأسوأ يعني، هي ما قالتليش لا، قالت لي انا مش جاهزه دلوقتي، اللي هي أسوأ بكتير من الرفض المباشر. ليه ده طيبه؟ لا ده معناه اللي هو لا خالص، بس انا هاجلك شويه عشان ما نواجهش. فانت اخذت الرصاصه مشيت وروحت البيت، متضايق على نفسي جدا، كان زعلان قوي يا حرام. وانا مش حاسه بقى، انا فاكره تمام طلع في مشاعر وحسيت. لا وبعدين هي انت عملتي حاجه تانية أسوأ بكتير. هي بقى بعدها بيومين فكرت انها تصلح الموضوع بقى، ان يعني فبوظته خالص يعني، نهت بقى القصه خالص. يعني اللي هي انا قلقانه تكون زعلت، فاللي هي حسيتني بقى ان انا كنت جاي مثلا اشحت حاجه شفقه والله كان وهي ما عادش فكه، فمعلش المره دي وبتاع. فانا بقى حسيت ان انا بقى بنهار بقى، فهنا اتخانقنا ببقى يعني، هنا عملنا مشكله. فعملنا مشكله وقلت لها بصي بقى احنا ما نتكلمش في الموضوع ده تاني كده، احنا عندنا مشروع غنائي تعالي نكمله ونبسط، واحنا لسه في الاول اصلا ما فيش بيني وبينك قصه طويله فيها حب خطير، فما فيش حاجه افتكرها واتضايق مثلا، احنا كنا لسه هنقول وما حصلش. فانا كنت عايز اقول لها ان الموضوع جاء على كرامتي يومها قوي، بس خلاص يعني تخطيناه بقى، نشوف اللي بعد. هي بقى لسه هناك، فجت بقى تعالج الموضوع بوظته خالص. حسستك بالاهانه بقى والعطف والشفقه.